عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية محشو كرنب. عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نسلق الكرنب بتاعنا بقى دلوقتي عندي الحلة فيها مية. ده قبل ما تقلب كده بشوية هحط فيها بقى معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر صغيرة ونص معلقة كمون بيديله ريحة حلوة جدا هحطها فيها. وقبل ما تقلب بالشكل ده عندي بقى الكرنباية بتاعتي قورتها بقى بالشكل ده، شلت الورق الاخضر اللي فيها وشلت الراس بقى منها كده، وهشيلها بقى واحطها اقلبها كده في قلب الحلة. وهفضل بقى ادورها كده براحتي كده، ايه ما بسلقهاش قوي عشان ما تتهريش مني. شيل الورقة الخضراء دي مش مشكلة. ما بتكاش عليه قوي في السريع علشان ما يتهريش، ولا بطلعه ناقص يعني دوبك بس يدبل بس، واشيله لانه في السخونيه بيزيد تاني بعد كده. بعد بقى ما قلبتها على الناحيه التانية كده بدات حسيت انها طريه كده، رحت قلبها على الناحيه التانية يا دوبك اقلبها دقيقه واحده، انتوا عارفين الميه سخنه قوي، وهشيل بقى من هنا كده بالشكل ده كده، وهرص اطلع بقى على صينيه كده على طول، ما بتاخدش وقت خالص، بس لازم ما بسلقوش سليق كامل زي ما قلت لكم. ايه يعني بشوف تدبل بس اهو، شايفين طلع دبلنا ازاي؟ بس هخلصها بقى كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبعد كده نبدا نشوف بقى الخلطه بتاعتنا. انا سلقتها بالشكل ده اوريكم، بس هقطعها ازاي. همسك البتاع ده كده الورقه كده وراح اقطع العرق ده بس، وبعدين اروح لفاها كده حسب ما بتحبي بقى طول الصباع، انا بحبه مش كبير قوي زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده كده. كمان واحده كده، اعمل معاكم واحدتين بس كده والف دي كده. اما قطعت الكرنب ورصيته بالشكل ده، جيت بقى على النار، جبت طاسه صينيه حله زي ما بتحبوا تعملوا، وحطيت فيها شويه زيت، ونزلت بقى بايه بصلايه كبيره مكرونه يعني. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تدبل، انا مش عايزه احمرها، انا اخليها تدبل بس، وهنزل عليها بقى بمعلقه ملح كبيره تخلي البصل يدبل بسرعه. عايزه اقول لكم بقى عشان يحب الزيت كتير انا مش هحط سمنه عشان هتسوى على مرق البصل، عشان كده مش محتاجه اصلا سمنه خالص، يكون بتسوى على مرق عشان هو فعلا تحطوش تحطوا سمنه نهائي، تحطوا سمنه نهائي الا اذا كانت المرق خفيف. حطيت الملح بقى، هحط نص معلقه كده فلفل اسمر، وشويه كمون، شويه كزبره ناشفه تخلي تعملها ريحه جميله جدا، كزبره ناشفه. وعندي منها كمان بقى بهارات محشي من عند العطار بتخلي ريحته جميله جدا، اقول بس عايزه بهارات محشي. هفضل اقلب كويس كده لحد ما تدبل معايا، وهحط حبه قرفه برضك صغيره. تمام كده، ريحه الكرنب دي بقى لما تتحمص بتعمل ريحه جميله قوي قوي. بعد ما دبلت معايا بالشكل ده هجيب ايه فصين. بعد بقى ما البصل دبل معايا بالشكل ده كده هنزل بقى بمعلقه ثوم مفروم وهقلب، تطلع ريحه بس انا مش عايزه احمر حاجه، كل ما الحاجه تبقى نيه تبقى اقل ما طعمها. اول ما الريحه الله ريحه جميله جدا، ريحه الثوم مع البصل مع التوم والحاجات دي كلها جميله جدا. يا دوبك الريحه طلعت كده هنزل بعصير الطماطم بتاعي. تمام كده، وهحط معاهم كمان معلقه صلصه كبيره، بس هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض وارجع اوريهم. بعد بقى ما التسبيكه بتاع المحشي
حنبارة ايه السبكت او الشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين لونه احمر ازاي وجميل، والريحه بقى الا الريحه وريحه التوابل طالعه قلبه الدنيا، والله الريحه قلبه الدنيا. هاخد بقى معلقتين زعتر مكثف دول كده ماشي من على الوش كده، وهركنهم دلوقتي اقول لكم هنعمل بهم ايه. تمام كده، وبعد ما اتسبكت كويس بقى وبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده كده، هجيب الرز بتاعي بقى غسلاه ومصفياه، وهنزل بقى بالرز على التسبيكه دي وهقلبه كويس. الله على الريحه وعلى الجمال، ده غير لسه ما قلتلكوش بقى على التكه اللي هتقلب الدنيا خالص، هتودي المحشي في حته تانيه نهائي. ركزوا معايا عشان تعرفوا كل حاجه. هفضل اقلب كده كويس لحد ما ايه احس انها ايه، اول ما اتشربت بقى معايا بالشكل ده. تعالوا بقى بصوا معايا للتكه اللي هتقلب الموازين، ركزوا بس في الحته دي. عندي بصلايه مفرومه ناعم، وعندي قرن شطه، وعندي طماطميه كبيره مفرومه ناعم، وعندي فص ثوم، وعندي نعناع ناشف اخضر الموجود عندكم. الحاجات دي كلها فرمتها ناعم، وهنزل بقى بيها على الحاجات دي. يا دوبك هقلب قلبه وانزل قلبه واحده، وشم الريحه بقى، شم احلى خلطه محشي. اي حد هيشمها عندك لازم هيقعد يقول لك ايه السر في الريحه الحلوه دي. تمام كده بقى، هحط برضو قناع. عندي معلقه بابريكا، طبعا انا حطيت فلفل اسمر وحطيت كل حاجه، مش عايزه بقى الا البابريكا بس، واظبط الحدق بتاعي. تمام كده خلاص بقى، قلت لكم بعد ما حطيت. الله الخلطه ريحتها مميزه مميزه. بعد بقى طبعا ما طفيت عليها على النار كده، هبدا اجيب بقى الخضره بتاعتي، شبت وكزبره. انا بحب الشبت والكزبره بس، ما بحبش احط البقدونس على المحشي. وهقلبه بقى كويس كده، عندي بقى في نفس الوقت حله هي حطيت فيها عروق كرنب عشان ايه احشي فيها بقى. ما بحبش اكتر قوي الخضره قوي في المحشي علشان يعني تبقى باينه كده، ما تبقاش يعني مغمقه قوي. هاجي بقى عندي اول حبه هعملهم اللي هو الاخضر كده، هبدا اوريكم بقى عشان هنلف المحشي ازاي بطريقه عشان ايه. هبدا معايا كده احط شويه الرز بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وهبدا اهي الف كده اهوت بحيث ما يكونش فيه اي حبات رز باين. وهبدا احط بقى اي رصه تعجبكم، اي جزر ده كده، اهم حاجه ما تخليش الرز خارج بره منه، اهم حاجه في المحشي. معايا بالشكل ده كده احط الرز في النص وابدا الفه، واتاكد ان مش مفتوح من الجنين. زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده كده. بعد بقى ما ايه ما لفيت شويه هوريكم الرستوم بالزي بالشكل ده، واي شكل يعجبكم واي رصه تعجبكم اصلا. كرنب ده اي رصه تعجبكم عادي، مفيش اي مشكله، اهم حاجه بس في الموضوع ان ما يكونش فيها حبات رز خارجه بره، يكون ملفوف كويس يعني. الرصة هكملها بقى كلها بالشكل ده، وبعد كده اوريها لكم مخلصها في الاخر. لها ان هي بقى بعد ما حشيتها وبعدين حطيتها على النار كده ولعت عليها، وجيت بقى جبت الشوربه عندي زي ما قلت لكم انها شوربه جميله زي انها شوربه بطه. ودي طبعا المعلقه الصلصه اللي انا كنت جايباها من هيشام التزبيكه بتاع المحشي، هقلبها فيها بالشكل ده كده، وهحطها بقى على ايه على المحشي بتاعها. هسقيه بيها طبعا زي ما قلت لكم المحشي ما بنسقيش لحد الطبقه الاخيره. لازم يكون ايه الطبقه الاخيره ديت باينه لسه على الوش كده. هغطيها بقى اول ما تقلب كويس، واوطي عليها
وراكم لما تستوي. بعد بقى ما المحشي بتاعي استوى بالشكل ده هغرفه بقى. الله الله على الجمال وعلى الشكل. حبه محشي بالهنا والشفا، عسل، شويه محشي عسل فعلا. ايه رايكم في الجمال والحاجات الجميله الحلوه دي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. الى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.